هذا القاضي، لا قلنا له هذه تمشيش. تحتاج إلى القوى السياسية إذا طلب منا، أما عدا عن ذلك إحنا سنتركها للقوى السياسية. بالتأكيد أنه لدينا قانون انتخابات، ونحن نتحدث اليوم عن الانتخابات المحلية لعام 2021، هناك قانون انتخابات ينظم هذه العملية، ولكن أي قانون انتخابات يعني أيضا تسعى لجنة الانتخابات المركزية والنظام السياسي من أجل أن يكون مطبقا، لكن هناك قوة مشكلة لهذا النظام السياسي مؤلفة من القوى السياسية والأحزاب، وبالتالي أن يكون هناك اتفاق وميثاق شرف بين هذه القوى المشكلة لمجمل النظام السياسي بأن تلتزم، بأنها تتعهد بالالتزام بالقانون وتفصيلات القانون التي يحددها، يعني هناك قدر من التفصيلات التي لا يأتي عليها القانون، وبالتالي لجنة الانتخابات المركزية والفصائل ارتأت بأنه تريد أن توضح بعض القضايا في هذا القانون وتعلن احترامها والتزامها بتوفير بيئة سياسية وبيئة انتخابية ملائمة وصحية لممارسة الناخب لحقه في هذه العملية. بالتأكيد أنه موضوع مشاركة المرأة في المشاركة السياسية للمرأة هو موضوع يحتل اهتمام كبير في النظام السياسي الفلسطيني، ومجمل الحركة النسوية الفلسطينية وبمقدمتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع كل قوى كافة أركان الحركة النسوية مهتمة بطبيعة المشاركة. نسعى دائما لزيادة المشاركة سواء كناخبة أو كمرشحة أو ناخبة، ونعمل من أجل ضمان ذلك. وكنا قد شاهدنا عبر مراحل عديدة مختلفة بأنه هناك في بعض الإجراءات التي من شأنها أن تحدث قدر من التردد في التقدم للترشح، أو قدر من التردد للخروج لميدان الانتخابات أو لحضور الدعاية الانتخابية، وبالتالي هذه المدونة هي توقع من أجل أن توفر بيئة أكثر ملائمة انتخابيا للمرأة لتخرج براحتها وتعبر عن صوتها بأريحية أكثر، وأن تعبر عن نفسها أيضا كمرشحة بأريحية أكبر. هذا الهدف الأساسي من هذه المدونة، وخاصة أنه إحنا أمام الفضاء الإلكتروني الواسع الآن الذي يعني يمكن أن يستخدم أيضا بالدعاية الانتخابية والترويج بشكل أو آخر، وممكن أن يستخدم بشكل سيء أو بشكل إيجابي، وبالتالي كنا قد شاهدنا بأنه هناك يعني العديد من الخروقات في هذا الفضاء، ولذلك نقول بأنه هذه المدونة تأتي على كثير من هذه القضايا التي من شأنها أن تضبط العملية الانتخابية سواء كان في مجال الدعاية الانتخابية أو في ممارسة الحق الانتخابي. نحن نسعى من توقيع ميثاق الشرف أنه جميع القوائم والأحزاب والفصائل تلتزم بقانون الانتخابات الفلسطيني، وأن نتيح يعني عملية انتخابية هادئة وسلسة وتحترم القانون ونزيهة وشفافة. فهذا الميثاق اليوم هو نابع من قانون الانتخابات، ولكن هو التزام أخلاقي طوعي من الفصائل والقوائم بهذا الميثاق، بحيث أنه تكون العملية الانتخابية تسير بسلاسة، ومن أجل عدم وجود أي تعارض أو يعني خلافات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وأحكام الدعاية الانتخابية ومجمل العملية الانتخابية. احنا في كل عملية انتخابية نقوم بتوقيع هذا الميثاق، وكأنه الفصائل تؤكد على احترامها للقانون وتؤكد على طوعية التزامها بالقانون، وهذا يعني معزز إضافي للالتزام بقانون الانتخابات وبأحكام الدعاية الانتخابية، وأيضا بنزاهة العملية الانتخابية وعدم التعرض للحملات الأخرى للمرشحين. أهمية هذا الميثاق تكمن في أن تخلق أجواء إيجابية للانتخابات وأجواء فيها منافسة حرة ونزيهة تعكس بالضرورة المعنى الديمقراطي والحضاري لهذه الانتخابات، ومدى ما توصلت له الفصائل الفلسطينية من اتفاق على مفاصل هذه العملية وعلى الأجواء الإيجابية التي يجب أن تجري في هذه الانتخابات باعتبارها تشكل مدخلا للانتخابات المحلية المرحلة الثانية وحتى الانتخابات العامة في أي فرصة كذلك. وبالتالي الشعب الفلسطيني بفصائل مجمع على أن هذه الانتخابات وهذا الميثاق ضروري ومهم ليؤسس للقواعد العامة التي ستجري على أساس هذه الانتخابات. هذه المدونة تشكل تأييد كل الفصائل الفلسطينية لحقوق المرأة الفلسطينية ولإعطائها دورها في المشاركة السياسية من جهة، وحماية كافة حقوقها المكفولة بالقوانين الفلسطينية وعلى أساسها القانون الأساسي الفلسطيني.